السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا العديد من الأخوة يسألوني إنه أني إذا عندي بيانات بالأكسل أريد أمثلها بهذا الشكل باستخدام طريقة البوكس بلوت بوكس أند وكستشر، وأريد أمام كل تغاير يبين بهذا الشكل كما بالبحوث، أيا كان التغاير لدرجات حرارة غيره، أيا كان المتغير اللي عندك مثلا لأشهر، مو شرط لأشهر، المهم تستخدم طريقة البوكس بلوت. الطريقة الاعتيادية من تروح على الاكسل، هسه انا عندي بيانات هنا تمام للبوكس بلوت، هاي عندي بيانات اعتيادية لكذا من السنوات، من اريد اروح ارسم هاي البيانات حوطتهن اني مثلا هاي البيانات هسه اختاريتهن واروح على انسيرت واقول له بوكس بلوت الطريقة الاعتيادية تلقائيا. هسه اروح هنا اقول له على انسيرت، من انسيرت اضغط الملف هنا اقول له لاحظ ينطيك اياهن اول شيء وحده بصف الثانيه، ماكو بيناتهن سبيس، هاي اول شغله. شغله ثانيه ما ينطيك هنا اسمائهن، وانت محتاج اسمائهن حتى تبين هذا التغير المن، هذا التغير المن، تمام. في طريقه البوكس فشلون ارسم؟ اول شيء ما نستخدم هاي الطريقه اللي بهذا الرسم. اول شيء الرسم الاعتيادي ايش يحتاج حتى انا امثل مثلا تغاير هذا الشهر او تغاير هذه المحطه، ايا كان الاسم اللي فوق ما يعنينا، لازم عندك مجموعه من البيانات. ليش؟ انت المفروض تروح تقرا عن طريق اني شارحه عنها مسبقا، طريقه البوكس اند وكستشر يحتاج يطلع الميديوم والمين والماكسيمم اوت، يعني الاوت، القيمه المتطرفه العليا والقيمه المتطرفه السفلى، اني ثينك. فشلون تقدر ترسم البيانات بحيث تكون مثل هذا الترتيب اللي بالبحوث؟ يعني على الرغم اني بالمناسبه متابعه الفيديوهات اللي بالاكسل باليوتيوب تماما، ما لقيت شخص تطرق لهذه الطريقه، اكو ناس يستخدمون فانكشن معين. فشلون ارسم؟ صراحه جبت لكم طريقه بسيطه وسهله. شنو تسوي؟ انت عندك مجموعه من البيانات تمام لكذا من السنوات مثلا معينه او كذا، يعني اي اني ثينج. فشلون ترسمهن؟ ما ترسمهن بهذا الشكل افقي تمام، ولا ترسمها تخلي وحده هنا تحت جانوري. لاحظ هسه شوف شلون رتبتهن، انا عندي هي هاي البيانات جانوري فبروري مارش ابريل، شلون ترتبهن؟ المفروض صراحه نحذف لكم دنيا راح يخربطنكم. هنا انا ديليت 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 راح اختار بهذا الشكل. ديليت تمام. عندنا هذه الاشهر، شو تسوي؟ شلون ترتب بياناتك؟ ترتب بياناتك بهذا الشكل. انت مو عندك هنا، مو عندك هاي القيم كلها خاصه باول متغير، شو تسوي؟ ترفق بصفهم هنا كلهن بهذه الصيغه، يعني كلهن جانوري 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 لحد ما انه ينتهي جانوري، اخلي تحته الفبروري يعني تكست منه وارقام منه. لاحظ لاحظ هذا ما له داعي صراحه، هذا ديليت. لاحظ بهذا الشكل، شوف جانوري، لاحظ هسه هذا الرسم راح يكون هي اسهل طريقه، وصراحه ما لقيت عنها شرح باليوتيوب نهائيا. جانوري جان، لاحظ دخلنا سبيبا قيم الفبروري، لاحظ قدام مو اكتب مره واحده فبروري او بالاعلى، قدام كل قيمه تابعه للفبروري اكتب قدامها فبروري. لاحظ هسه هنا عندي فبروري انتهى، دخلنا بيمن مارش، انا دا لان هنا دا اوضح لك تغاير، بس انت اي تغاير مو شرط اشهر تمام، مارش ابريل وهكذا الى ان ماي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. لاحظ هذا الخيار هو الاصح انه يسهل لك رسم البيانات. صراحه انا هاي الطريقه هم مو بسهوله اكتشفتها، يعني ضيعت، يعني ما اعتبر ضيعت، وانما اخذت وقت من عندي كثير جدا، لان التولز مال الاكسل مو كلها يتناولها، اكو بعض التولز متقدمه جدا يستخدموها طلاب الدراسات العليا الباحثين، يبينون نوع من الفاريشن تغاير غيرها. فتروح على هسه على انسيرت ولا ما سلكت كلهن، تروح على هذا الخيار اللي هو الاعلى يسموه هيستوغرام، احنا ما نحتاج هيستوغرام، نروح على البوكس اند بوكستشر اللي هو بوكس بلوت تمام. هسه راح نختار البوكس بلوت، راح نرسمهن كرسم واحد. شلون نرسمهن؟ اول شيء احنا شنو نجيب حتى يختارهن هو كخيار واحد؟ شنو تسوي انت؟ لاحظ من هنا تختار هذا الخيار اللي خاص بالجانوري، لاحظ جانوري انطيته هذا الخيار، بعد ذلك تروح على انسيرت سوالك جانوري،
شو تسوي؟ تروح تضيف اد داتا، سلكت داتا، تمام، تقول له اد. الثاني شنو راح نريد نضيف؟ نضيف فبروري اف اي بي، تمام، اختار، يقول لك سلكت البيانات مالتك، هاي بيانات الفبروري، هاي لاحظ هاي البيانات الخاصة بالفبروري تختارها، وهكذا الشكل. هسه راح ابين لكم اياها انا برسم واضح يكون افضل، حوضح لكم، العفو، راح اوضح طريقة اسهل. اول شيء احنا قبل شوية شنو اختارينا؟ انتبهوا على شغلة واحدة بس، شوفوا شغلة واحدة تغير مسار. لاحظ هسه انا قبل شوية سلكتهن كلهن، بس منين سلكت؟ من جانوري، من بداية أول قيمة. المفروض أنا أترك مربع بالأول وأترك به هنا، مو شرط تكتب هنا بالمناسبة، هاي ما تعني لها الكتابة. نجي هنا، شوف لو اختاريت منا، تمام، من بداية أول كلمة أنت المفروض تترك رو فارغ بالكامل. لاحظ هسه لو أنطي انسيرت هيستوغرام، لاحظ بهذا الشكل هسه راح الرسم يكون عندك واضح أمامك. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي احنا نعتبرها الطريقة السلسة جدا وتساعدك بالرسم، غير طرق دائما تكون صعبة ويترك لك رقم واحد. لاحظ هسه هاي البيانات شفت قبل شوية من رسمها، انا هسه لو احنا خلينا نترك هذا نقول له ديليت. لاحظ هسه عندك هاي البيانات اللي هنا من جانوري مثلا اختارينا، او حتى لو اختارينا السنوات وياها الير. لاحظ هسه هنا انا عندي كذا سنة، اقول له انسيرت، اختار الهيستوغرام، شوف ينطيك رقم واحد بالاسفل اذا تنتبه، رقم واحد. زين انت تتلعب هاي البيانات شلون؟ زين اذا تحس الرسوم متقاربه مع بعض بحيث ما تعرف انت اليمين من اليسار اللي خاص بيها، فشنو تسوي؟ مثل ما علمتكم بهذه الطريقه، لان هاي الطريقه نوعا ما خطا، يعني ما تبين لك تغاير، وخاصه اذا انت تستخدمها ببحث علمي لازم تكون دقيق جدا باختيارك للرسومات والتمثيل، فهاي الطريقه خطا بالتمثيل، تختارون هاي الطريقه. اتمنى تكون واضحه امامكم هاي الطريقه. لاحظ جانوري شلون دا يصير التغاير، فبروري، مارش، ابريل، ماي، جون، تمام، الى هذه نجي على الخيارات مالته. هسه مجرد ضغطه واحده، تريد تبين الميل، تقول له بين الميل، راح يبين لك الميل، تمام، اللي بيناتهم، وتقول له انا ما اريد ابين الميل، ازي ولايك، اكسكلوف ميديان الميل لاين، تريد انه تبين الميديان؟ اي نعم، راح يبين لك الميديان بالاعلى، تقول لا والله انا ما اريد ابين الميديان، تقول له اكسكلوف، وهاي انكلوف، تمام عيني. الانر بوينت ايضا يبين لك اياها، دارت تبين الانر بوينت عليكم، بس راح يصير نوعا ما الرسم مشوه يعني. فهي هاي الطريقه اللي استخدموها الباحثين بتبيان هذه الرسومات. بقت الالوان ازي ولايك طبعا، وبقت اضافه الليجنز وغيرها، يعني هسه هنا بعد ما يحتاج اضيف ليجنز واقول انه، لان الان تلقائيا هنا مبينه، بس اضيف هنا تايتل، فاضغط على الرسم اللي خاص بي واروح على ديزاين شارت، على اد شارت اليمنت، اقول له اكسس تايتل، ضيف لي هنا بالجانب، اريد اضيف مثلا هنا عندي الهايدروبور بروتكشن، وهنا أنا هي عندي الاشهر مبينه. لاحظ اول شيء صار تباعد بين الرسومات، صار الرسم واضح امامك، التمثيل صار واضح، فهي هاي الطريقه الافضل والاسلم انه تمثل بها بياناتك بشكل سهل وسلس. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلونا على القناة. بالمناسبة أنا أحد يجي يقول خاف، يعني الفيديو سهل، تول أكسل، صراحة أحد يتناول رسم الأكسل بهذه الطريقة إذا تبحث حاليا بهذا الوقت ما راح تلقى، يعني يستخدم إنه الطريقة الاعتيادية، بس ما راح يبين لك البيانات ترسم بهذا الشكل، راح يقول لك يختار لك مجموعة بيانات، يقول لك انسيرت، اختار الطريقة بوكس أند كذا، وما يقول لك إنه هاي البيانات شلون رسمت، وين الرسمت؟ شلون اني ابين التغاير بالاسفل؟ تمام؟ ان شاء الله تكون واضحه امامكم، اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه. هاي صراحه امور الاكسل وغيرها راح اسوي لها بلاي ليست خاص بها، اسميها التولز اوف اكسل او يوزنج اوف اكسل، ونحاول نجمعها بها تفيد الباحثين، لان ماكو باحث يريد ينتج بحث علمي ما يحتاج الى ملفات الاكسل او برنامج الاكسل حتى انه يصدر بياناته، رسوماته، اني ثينج. نلتقي بكم إن شاء الله بالفيديوهات القادمة، إذا أيضا عندنا أمور خاصة بالأكسل أيضا راح نتناولها إن شاء الله على المستقبل. دمتم بأمان الله وحفظه.